لأنه ولا واحد كان يعني يراهن على الفيديو كثير انتقدوا على اختيارات وعلى اختيار الفيديو، لكن الفيديو هذا يجب أنه هو اللاعب لاعب من الأمام، لاعب وسط ملعب يعمل في الكرة، رجل قتالي محارب بمعنى الكلمة، هذا ما يحتاج كل فريق ويحتاج كل منتخب. بالإضافة كما قلت دائما للاعبين بالناصر، لو سمحت لي فقط يبدو أن هذا الشيء فاز